ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا النهارده موهبه كبيره جدا جدا جدا، موهبه بتغني من اكبر المواهب اللي انا شفتها يعني، وباذن الله لك مستقبل. عرف الجمهور بنفسك. انا اسمي صالح جمال، 22 سنه، من بني سويف، بغني من حوالي 3 سنين. بدات الموضوع ده من امتى؟ لا انا بغني من حوالي 6 او 7 سنين، بس ابتديت اعمل اغاني من 3 سنين بس. ما شاء الله انت بتعمل اغاني. اه طب يلا سمعنا بقى في الاول كده صوتك قبل ما نتكلم في اي حاجه، تغني لنا ايه؟ تمام، ممكن حاجه لامين خطاب. طب ماشي يلا بينا. وادع يا دنيا لقلبنا، فين اللي كان بيحبنا؟ من يوم غيابه عايش وحيد، ما بقاش في حضني ضمنا. ساعة ما شفتك قلبي ده، نظرة عينيك تقول ليلى. كل مرة بقول بحبك، بلاقي نفسي في يوم مشتاق. انت اللي قلبك حبني، فجأة نسيتيني وسبتيني. تجرحي في قلبي وكسرتيني، وجاية تقولي وحشتيني. نظرة وداع من قلبي ليكي، ونسي تاني أكون شريك. هعيشك بدموع عينيكي، وأكسرك وأقول وداع. جرح الخيانة مالوش علاج، غش ونفاق في العشق لا. أنا ليه في دنيا أعيش حزين، عمري ضيع وأنا ملكي لك. هعيش في دنيا أحب أعيش، خلاص وجودك ما يساويش. انتي قلبك مصافيلي، يبقى حبك ما يساويش. الله عليك يا صالح، جميل جميل جميل. يعني ناوي تعمل ايه في حياتك قدام؟ دلوقتي دراسة بقى، لسه في دراسة. ايوه كمستقبل يا صالح، يعني في موضوع الغنى ده. موضوع الغنى انا بسجل عندنا في بني سويف، في استوديو عندنا في بني سويف بسجل فيه. انت كنت عامل اغنيه صح على اليوتيوب؟ عامل الاثنين. مين اكتر حد بيشجعك في الموضوع ده يا صالح؟ اصحابي واهلي في البيت. مين اللي بيقف جنبك بقى وكده؟ كلهم. اكتر واحد واقف جنبي والدي واخويا الاصغر مني. زائد كمان ان الاستوديو اللي انا بسجل فيه يعني ايه 50% انا وهو، يعني ال 50% بتاعت انا وال 50% ايه بتاعته هو، بنسجل فيه وكده. انما حاليا في مشروع دراسه وكده، لسه ما كملتش دراسه. ربنا معاك، بس موهبه كبيره باذن الله. بدايتك هتكون من هنا باذن الله. تسلم تسلم ربنا باذن الله. تسلم. طيب بص بقى، انا عايزاك تغني لي حاجه ثانيه، بس حاجه تكون فرايحي، مش عايزه حزين لو سمحت. فيه ولا ما فيش؟ ينفع؟ في. طب يلا. ممكن برتاح وبطمن وانا في حضنك، اخاف من ايه؟ لقيت فيك اللي كان نفسي حبيبي، في ليله ان الاقيه. ونسيت حياتي ودنيتي قبلك، ما بحسبهاش عشان الدنيا من غيرك في عيني حقيقي ولا تتعاش. وياك لقيت للدنيا معنى جديد، وحبك كل ليلة يزيد، وجنبك كل يوم يوم عيد. وياك بتضحك للحياة، وياك صرحت الدنيا بيك ومعاك، ومن قلبي بقول بهواك. الله الله يا صالح. بس يا صالح بص، يعني انا وجهه نظري طبعا جميل، بس انا يعني انت مش بتحاول برضو تشتغل على نفسك شويه في الموضوع الغنى ده اكتر واكتر؟ بحاول. انا اصلا بغني مهرجانات، بس طبعا المهرجانات مش ينفع اغني مهرجانات هنا. طبعا انا مطرب مهرجانات، انما الرومانسي مش سكتي قوي. ربنا معاك. قول لنا بقى يا صالح، ايه هي اكتر مشكله واجهتك في موضوع الغنى وانت ماشي في الطريق؟ يعني ايه اكتر مشكله واجهتك في موضوع الغنى؟ من ناحية مثلا حد ما وقفش جنبك، حد احبطك؟
لا وانا طول الوقت اصلا مش بسافر على طول او بروح او باجي، فلما بنزل بلد ما بقعدش كتير، يومين او 3 ايام وعلى طول برجع تاني الشغل بتاعي، فمش مش قاعد في البلد. ما فيش حد يعني بيكلمك في الموضوع ده كتير يعني؟ لا في ناس بتتكلم، وفي ناس اللي هي ربنا معاك، وفي ناس تانية ايه بقى لا مالكش دعوه بالسكه دي. فان احنا عندنا في بني سويف صعب موضوع الغنى ده شويه، محدش اتجه للموضوع ده كتير. ما فيش كتير يعني. الموضوع غريب بالنسبه لهم شويه. الموضوع غريب. نورتني يا صالح. تسلم ربنا. نورتني يا صالح. تسلم اعزائي المشاهدين. فاصل واستنونا.